شو اسمي ومن اي بلد وشو دارس. انا شو كانسان في فلسطين شو يا لا تغش تغش نازلي باص السوشيال ميديا ببساطة زي ما انتم شايفين باص فيه انترنت فيه أهم المؤثرين بفلسطين اللي بيستخدموا الفيسبوك التدوين المقال الإذاعة التلفزيون الكتابة على المواقع إلى آخره في الصحف اللي بس نركز على قضية واحدة وننشرها لكل الفلسطين والعالم العربي والعالم. بالنسبة لي صراحة شيء جدا جميل، يعني تخيل كل هذه الطاقة الإيجابية اللي من كل واحد نقلناها بيروحوا بيجوا بيشوفوا فلسطين بيصير في تغذية معرفية لكل واحد، هذا أجمل شيء. الساعة 6 الصبح الدنيا برد وأنا نعسان. صباح الخير. مرة هاي مش راح أفرجيكم الطريق وأنا راكب في السيارة لأنه اكتشفت طريقة جديدة للتنقل السريع فبدنا نجربها. الطريقة هي إنه بترفع صبعك هيك بتقول مرة مرتين وهي كمان تيجي مع نظارات هيك هينا بنكون وصلنا. في قرية اسمها الجفتك، هي قرية تابعة لأريح الأغوار، هي من القرى المهمشة، عدد سكانها 5000 شخص، بعيشوا غالبا يعني دخلهم إما زراعة أو الثروة الحيوانية، في كمان جزء منهم بيشتغلوا عمال. وهلأ حاليا إحنا قدام باب المجلس بنسمع إيش عندهم وإيش الأشياء اللي عملوها وإيش الأشياء اللي محتاجينها وشو الصعوبات اللي بواجهوها علشان يعيشوا حياة طبيعية مثلهم مثل الناس الثانيين. مدرستين عندنا في الجفتك حكومية ووكالة، عيادات ثنتين، عيادة حكومية وعيادة الإغاثة. العيادات طبعا الساعة ثنتين بعدها بنتوجه على نابلس أو على أريحة. بيعانوا كثير من فقدان الحاجات الأساسية في الجفتلك، الكهرباء بتقطع كثير لمدة شهر وشهرين وثلاثة، المي كمان بتقطع كثير، وبما إنهم عايشين على الزراعة وعايشين على المواشي فيعني من أهم المقومات للعيش لهم اللي هي المي، وهاي مشكلة ولازمها حل. زي ما حكيت لكم يا جماعة القرية عايشة على الزراعة، فيها مزارع كثير تقريبا 25000 دنم، وحاليا انا في احد المزارع وتعالوا تفرجيكم. واللي وراي هو محصول باذنجان وهذا بوزعه على كل المدن الفلسطينية الثانية. هاي مساحات كبيرة من الزراعة اللي وراي، وعلشان هيك اي خلل في المية او حتى مرات الكهرباء بيأثر على كل هذا المحصول، فتخيل لما تنقطع المي ليوم ويومين وثلاثة كم من الخسائر راح يتكبدها أهل هاي القرية. كوسة، طبعا كوسة خرط هذا مش حاشية. سألك أنت مبسوطة في حياتك؟ الحمد لله كثير. إيش عندك يعني لو أحكيت لك إيش هدفك في الحياة، إيش حلمك؟ عن جد عن جد انه عن هذول الرؤوس اللي هون في البلد يطلعوا علينا شوي، يطلعوا علينا يعطوكم اهتمام مثل الوظائف، يعني احنا متعلمين يطلعوا في الاخر. الحمد لله الزراعه منيح وعلمنا صح. خلصتي جامعه من وين؟
القدس المفتوحة. إيش تخصصك؟ أدب. ما شاء الله. أنت مبسوط في حياتك؟ الحمد لله. بيعان الواحد كثير بس الحمد لله على منار. الواحد بده يتعايش رغم الظروف، رغم المناخ، رغم المشاكل المصاعب اللي حوالين البني آدم، بس بده يتعايش. حلمي وهدفي. يعني شو بتتمنى يصير معك هسه اليوم بكرة؟ إنه البني آدم يعيش بكرامة. كرامة. يعيش بكرامة، يكون ماخذ حقوقه بغض النظر عن الماديات، مش مهمة. أهم شيء السعادة الروحانية، الواحد يكون مبسوط من جوا. زي ما أنتوا شايفين هاي المرأة مخلصة جامعة ومتعلمة ودارسة، ولكن حاليا بسبب سوء الظروف، بسبب انه ما في وظائف سواء بهاي المنطقة او بالقرى المجاورة، فقاعدة بتشتغل بالزراعة. هي ما بتحكي انه الزراعة عاطلة، ولكن بدها تشتغل في شغل بحقق امنياتها، بدها تشتغل في شغل بساعدها في حياتها اليومية والعملية، بدها تشتغل في شغل هي شايفته انه مناسب لإلها، ولكن بسبب سوء الظروف هي مش قادرة. وحاليا بتشتغل في الزراعة في مزارع كبيرة بتحكي عن آلاف الأمتار، والله يعطيهم العافية. والشغل هنا صعب، ولكن في النهاية بتحسهم مبسوطين، بيحكوا الحمد لله، راضين، ولكن يطمحوا للأفضل. عندهم قناعة بالموجود ولكن يطمحوا للأفضل. هذا هو محصول اليوم، وهاي البضاعة الموجودة هنا كلها بيصدروها. بدنا نروح ناكل من محصول الارض. طبعا اخذنا ايد الناس، فالموضوع مش سركة يعني. طبعا هنا زارعين فلفل حلو، او بعض الناس بيسموه فليفلة. وهلا صار وقت نتعرف على بعض المشاركين معنا. يعقوب التميمي من رام الله. اهلا وسهلا. احمد صندوقه من المصورين المميزين في فلسطين، وكاميرته بتعجبكم يعني يا جماعه، فتابعوه. تسلم. وبنشر على صفحته الشخصيه. نرجع لبحث. هدي القاسم من الكرام، ناشط على السوشيال ميديا، بحب اكتب بالعاميه وبحب اتجوع. كاتبه. ايوه بلا كلمه كاتبه. كاتبه، وكتبت كتاب اسمه شبهه. اسمي احمد الرمحي، انا مسؤول تيم السوشيال ميديا والديجيتال ماركتنج في جوال. في جوال. واليوم مبسوط في رحله السوشيال ميديا الرابعه، وان شاء الله بدنا نبسط لاخر الرحله. اهلا وسهلا فيك. واكثر شيء ببسط بالرحله يعني باثناء الرحله نفسها انك تتعرف على ناس طيبين زي هيك. وعلى فكره جوال هي الراعي لباص السوشيال ميديا. وكمان في معنا جماعه رمزي ورامز اللي بيصلوا الاطفال وبيستوهم. رمزي ورائد، اهلا. كيف حالكم؟ تمام، مشتاقين لك. الجوله كثير كانت حلوه اليوم. هلو. شو عملتوا بالرحله؟ هلا شو ما عملناش، لعبنا مع الاولاد، حكينا مع المزارعين، اكلنا بطاطا، اكلنا وشربنا عصير، وعرفنا كيف المزروعات بتنزرع. كثير كان حلو. حكينا مع منى، حكينا مع سالم، حكينا مع اصدقائنا. اكلتوا فليفله حلوه؟ فليفله حلوه؟ اكلتها لحالك؟ اكلتها انا. هات لك وحده يا زلمه، بس انت شاطر تقول لحالك اعطينا وحده. ما انا بحبش اشارك الناس. لا شطور انت بتشارك، انا بمزح معك يا زلمه. اعطيني نظاراتك والله نظاراتك مرتبات. ييب احلى النظارات. ليش يا قعود؟ نظاراتك الزرق احلى رمزي، بس هو نظاراته حلوات، شكلهم ريبان ولاي، نوعية حقها 13 شيكل. هلا من نروح على قصر عبد الله الضامن، وبعدين بنروح على السجن. بعيد عن المنطقة اللي كنا فيها تقريبا بس هيك 5 دقائق بالباص. الأرض هي كانت
تولى بعد المشي. احنا امام قصر عبد الله الضامن. عبد الله الضامن امير الغور والمساعيد، احد الوجهاء اللي حمل الغور من المصادره للمشروع الصهيوني سنه 1920 باعاده تطويب الاراضي ودفع 500 جنيه ذهب لاجل حمايه الاراضي، وبالتالي افشل المشروع الصهيوني اللي كان هادف لاستئجار منطقه الغور 99 سنه. جانب امامنا المبنى العثماني الجفتليك. الجفتليك اداره الاملاك العثمانيه اللي بني في اخر العهد العثماني، اللي بتكون من طابقين اسطبل وغرف اداره الاملاك، وبجانبه السجن اللي اضافوه الانجليز كسجن لمعاقبه وسجن الفلسطينيين اللي بيقوموا في اعمال مقاومه لوجود الاحتلال البريطاني. السجن ظل مستخدم كسجن، حاليا هو في عهد الاحتلال منطقه عسكريه يتم التدريب فيها، يمنع استغلالها او الاقتراب منها او اعاده ترميم المبنى العثماني. يعني بيجوا بيتدربوا هنا كل يوم؟ بالامس كان في تدريب للجيش الاسرائيلي، ولا تزال ارضيه المبنى مليئه بالرصاص الفارغ نتيجه تدريبهم. وهلا بنروح نشوف السجن اللي احكى عنه حمزه. لا يا جماعه هي اثار رصاص، هي رصاصه. الفيو من فوق السجن خرافية، شوف كل المساحات في المنطقة الخضراء اللي كنا فيها اليوم، شوف المزارع اللي بزرعوها أهل الجفتليك، شوف الحمامتات. وآخر محطة لنا هي منطقة بسموها منطقة المخروق، وبسموها المخروق بس عشان هذا الحجر. هذا هو الحجر المخروق. بدي اروح اطلع فوق هون، اشياء غريبة بعرفش لايش فوق. اكتشفت انها خنادق للجيش الاسرائيلي كانوا يستخدموها. راح اضلني قاعد هكعد طول اليوم، المنظر قدامي جميل ملهم، في كل شيء ممكن تتخيله، في زراعه، في مي، في ناس، في حيوانات، في شجر، في خضره، في جبال، في مصورين برضه صح اكثر من هيك لانه في شمس. في جملة قرأتها مرة على الانترنت بكتاب تحكي لك انه الخوض بالتفاصيل يبطل كل ابداع، فالانسان لما يجي بده يعمل اشي او يقرر انه يعمل مشروع لازم ما يدخل بالتفاصيل كثير، لازم ما يتوقع انه يكون الاشي مثالي لانه ما في اشي مثالي، لازم يبلش الاشي بصغره باخطائه بعدم كماليته، والاشي مع الوقت بصير يكبر، الاشي بصير احسن، بصير اكثر اقرب للمثالية. بس لما تيجي بدك تقرر اشي مش لازم انك تضلك تفكر بانه لازم يكون الاشي مثالي، مش لازم تفكر بكل تفاصيل صغيرة وكبيرة، لانه مرحلة من المراحل لما تصير تفكر بالتفاصيل راح تستسلم وتحكي انه في اشياء كثير لازم اعملها، في اشياء كثير انا لسه مش عاملها. لما اعملها ببلش، مش راح تعملها مش راح تبلش. فلذلك اذا عندك فكرة على السريع خطط لها شوية مش كثير، خليك ركز على الفكرة الاساسية وان شاء الله ربنا بيسر امورك. هاي بعض الأشياء اللي بتمر مع أي إنسان بحاول يكتشف بلده، بحاول ينبسط، فبيجوا أشكال زي هاي بتمنعك، بتنكد عليك، بتحكي لك روح من هاي مش بلدك. حدا بيعرف أرقام؟ سلام. صح والعافية. يلا. ختامها مسك مع جوال. لما رجعنا على
الباص لقينا جوال، فريق جوال اللي معنا حطت لنا هدايا على الكراسي لكل شخص هدية. في نهاية اليوم حابب أحكي لكم إنها كانت تجربة حلوة، كانت تجربة حلوة سواء بالأشياء اللي شفناها، بالمناطق اللي تعرفنا عليها اللي أول مرة أنا شخصيا بروح عليها. كمان حابب أشكر مؤسسة تغيير اللي هي الفرصة إني أشوف بلادي بعين ثانية، أروح أماكن أنا ما عمري تخيلت حالي إني راح أروحها. فشكرا لكم تغيير، وشكرا لشركة جوال على الهدية، وكمان في واحدة تانية اللي هم سماعات. أنا هدول كنت محتاجهم، كنت أشتريهم، فهيهم أجوا لحالهم هلأ بدون ما أشتريهم. أتمنى أنه بيوم من الأيام نكون قادرين على أنه نغير حياة هاي الناس، نساعدهم، نحسن من ظروفهم. هدول الناس اللي بيعيشوا حياة الكفاح بس من أجل لكمة العيش، وإنهم يلاقوا الملبس والمأكل، وإنهم يوفروا فقط مكان أو في أنفسهم. وفي النهاية اللي هي طبعا المفروض تكون أول إشي، شكرا لكل إنسان تعرفت عليه، شكرا لكل إنسان ضحك في وجهي، فتبسمك في وجه أخيك صدقة، فشكرا لكل إنسان تصدق علي. بتوقع أكثر من يعني من أكثر الأشياء الحلوة بهاي الرحلة، باستثناء إنه الأشياء اللي بتشوفها والأماكن اللي بتتعرف عليها هم الأشخاص اللي معك، الأشخاص اللي بتتعرف عليهم، واللي يعني سرعان ما يصبحوا مثلهم، مثل إخوانك، مثل أصدقائك اللي إلك بتعرفهم من زمان رغم إنه أنت كل اللي قضيتهم معهم 8 ساعات. فشكرا إلكم، وهيك بكون خلصت، وإن شاء الله عجبتكم الحلقة، وإذا عجبتكم ما تنسوا تعملوا لايك وشير، وأتمنى لكم يوم سعيد وجميل، وشكرا لكم. وأنا آسف إذا كان صوتي واطي أو رايح، بس من كتر التعب طول اليوم، من الساعة 5 وإحنا صاحيين، 5 الصبح وإحنا صاحيين لحد هسه، وكان يوم متعب بس جميل. السلام عليكم. وين لا تطلع؟ استنى تطلع هناك. وين؟ طلع هيك. هيك؟ هيك. يا الله شو كان مميز. التقينا مع عمه الفلاح، وحكالنا ايش بتم مزروعاتهم، بيزرعوا هون، وكيف بيزرعوا، وكيف بيكون في امراض برضه بالخضريات اللي موجوده، وكيف بيعالجوها. تفضل رمزي. طب انت شو تعلمت؟ تعلمت انه حتى المزروعات في امراض بتصيب المزروعات، وكيف بيزرعوا، وكيف بيسقوها. والفراشات والعناكب. في فراشات عناكب بتصيب الخضره. ولما لعبنا مع الاطفال شو تعلمت؟ تعلمت منهم لعبه جديده. هون بيلعبوا لعبه بالطابه، بس كثير مميزه عن جد. ما لعبتيش معك. لا يا رمزي كنت موجود. عن جد نسيت. اسمع يا زلمه، انت بتنسى زهايمر انت. وشفنا البيوت البلاستيكيه بتنشرب، صح رمزي؟ طبعا. اسمع. يعني انا كل رحله بطلع هيك بلفلف، اشوف قديش في امل في هاي البلد. كثير حلوه، واصلا هاي المنطقه بزرعوا فيها كل شيء، والناس هون كثير طيبه. لازم نيجي نزورهم دائما. صدق لازم نيجي نزوره برايك. ليه بدك تعيط بس علي؟ مش عارف، انا كثير مبسوط. طيب حلو بس.